هتيجي نطرد يا فتحي؟ كله تمام. واللي بعت لنا الخطأ ده أثناء ما إسعاد يونس وسمير غانم بيتكلموا على الكنبة، سمير غانم بيقوم يقف، ولما الكاميرا بتطلع بيبان المايك من فوق على اليمين بشكل واضح. داي هارد الجزء الثاني. المفروض ان بروس والستور المشهد حافي، لكن في اللقطة اللي بيقع فيها على الارض بيبان بشكل واضح الحاجة الجلد اللي هو لابسها على رجله علشان يبان ان هو حافي. المتعة والعذاب واللي بعت لنا الخطأ ده. نور الشريف وسمير صبري في اخر الفيلم في خناقة كبيرة وفيها ضرب، لكن لما بنبص في اللقطة دي بنلاقي ان المفروض ده نور الشريف، وان المفروض ده سمير صبري. ترمينير الجزء الثاني، شوفوا المشهد ده كده وحاولوا تلاحظوا الخطأ اللي فيه. المفروض ان ايده بتتهرس تحت الترس الكبير ده، لكن في اللقطة دي بنلاقي ان دراعه الحقيقي باين بوضوح ولابس عليه حاجة سودة على امل ان هو ما يبانش. من 30 سنة واللي بعت لنا الخطأ ده. ميرفت امين بتتكلم فيديو كول مع خطيبها وما بتاخدش بالها وبتخبط واحد بالعربية وهي بتتكلم، لكن بعد ما بتخبطه بنرجع لها تاني بنلاقي ان التليفون اللي في ايدها اختلف. هم الله مكالي كان بيهرب منهم عن طريق ان هو ربط حبل يوديه للبيت اللي فوق الشجرة. لكن في حاجة غريبة في المشهد، مين دي؟ عيون لا تنام واللي بعت لنا الخطأ ده. احمد زكي بيقتل فريد شوقي في اخر الفيلم، لكن بعد ما فريد شوقي بيموت بيبان ان هو عمال يحرك عينيه وهو قافلها. ترمينير الجزء الثاني بيدشدش له الازاز بتاع الطيارة القداماني وهو داخل فيها، لكن بعد كده في نفس المشهد بنلاقي ان الازاز بتاع الطيارة اللي من قدام سليم زي ما هو. بوحة واللي بعت لنا الخطأ ده. بيطلعوا من الاسم بالليل، وحتى بوحة بيقول انه ما ينفعش يخش على اهله في الساعة المتأخرة دي من الليل، لكن لما بيوصل بيته فعلا بيبان من الشبابيك ان الدنيا نهار ومدخلة شمس. ايه ده يا عم فالنتينو ده؟ ايه الوز اللي عندك ده كله؟ Lord of the Rings شايفين علامة الجرح اللي على وشه؟ خليكوا فاكرين مكانها، لان بعد كده في الفيلم هتلاقيها في حتة تانية خالص. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مرة ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.